مساء الفل على كل متابعين قناة حريف أفلام. فيلم النهاردة اسمه Perfume A Story of Murder. الفيلم بيبدأ مع جان بابتست وهو في السجن، بيدخلوا الحراس وبياخدوه عشان يقروا عليه قرار المحكمة قدام الشعب. بيتحكم على جان بالإعدام شنقا، وكل الناس كانت فرحانة فيه. وهنا بيفتكر جان إزاي بدأت القصة. اتولد جان في نهاية القرن السبعتاشر في باريس، اللي كانت في الوقت ده من أكبر مدن أوروبا وأبشعهم في الريحة، وكان أسوأ مكان هو سوق السمك. كل الناس ريحتها وحشة، وتقريباً ما يعرفوش يعني إيه ريحة حلو. كانت أمه بتشتغل في سوق السمك، فجأة بتحس بآلام الولادة فبتنزل تحت الترابيزة وبتولده، وبعدها بترميه لبعيد. وبدأوا الناس يلاحظوا صوت طفل بيبكي، ولما بيدوروا على أمه اكتشفوا إنها بتحاول تهرب عشان كانت عاوزة تقتله، فبتتمسك وبيتحكم عليها بالإعدام. اتنقل جان يعيش في دار أيتام بتديره مدام جايل، وفي أول ليلة في الملجأ بيحاولوا الأطفال يقتلوه، لكن بتلحقوا مدام جايل وبتنقذه. واستغربوا الأطفال إنه ما كانش ليه أي ريحة، ولما بيكمل 5 سنين ما بيكونش قادر يتكلم، بس قادر يشم كل الروائح اللي حواليه بشكل قوي، وكل الأولاد في الملجأ بيخافوا منه وبيكرهوه. كبر جان وحيد ومنعزل، كل اللي حواليه بيستغلوه بجشع، ولما بيتم 13 سنة بتبيعه مدام جايل لصاحب مدبغة عشان يشتغل فيها، وبيفضل يشتغل هناك زي العبد، ولكن بيكون لسه عنده شغف رهيب بروائح كل حاجة حواليه. لحد يوم بيبلغوا صاحب المدبغة إنه هيروح معاه رحلة للمدينة، وهناك بيتعرف جان على كل الروائح الجديدة عليه، وعنده القدرة إنه يشم أي ريحة من على بعد كبير وبشكل دقيق جدا. وفي يوم بيقف قدام محل عطور لأول مرة في حياته، بيشوف صانع العطور بيشمم زبونة عطر جديد وبيقول لها إن اسمه موران سايكي. فقدر جان يشم ريحته من ورا الإزاز، بس فجأة بتختلط عليه ريحة تانية أقوى بكتير، جاية من بنت ماشية في الشارع ومعاها سلة فاكهة، فبيمشي وراها وبيفضل يتبعها لحد ما بتوه منه، بس بيقدر يحدد مكانها من خلال ريحتها، وفعلا بيوصل لها وبيقرب منها وبيفضل يشم ريحتها، وهي فاكرة انه عاوز يشتري منها فاكهة. بتفضل تكلمه وهو ما بيردش عليها ومركز على الريحة، فخافت منه وطلعت تجري، فراح وراها وفضل يراقبها عشان يشم ريحتها. بيقرب منها ببطء وهي حاسة إن في حاجة غريبة بتحصل حواليها، وأول ما بتبص وراها بتشوفه، ولسه هتصرخ حط إيده على بقها عشان محدش يسمعها، ولما شاف 2 نازلين من فوق ركز معاهم ونسي البنت، لحد ما اكتشف إنه خنقها وماتت في إيده. اتوتر وخاف فحطها على الأرض، لكن بدل ما يهرب قرب منها وقطع هدومها عشان يشمها أكتر، وفي النهاية بيسيبها وبيهرب. ولما بيرجع لمديره بيضربه عشان كان فاكره هرب. في المدينة كان في حوالي 10 صناع عطور، وأقدم واحد فيهم كان إيطالي واسمه بالديني، بس بالديني بدأ يفقد شهرته ومجده، لحد ما في يوم دخل المساعد بتاعه بإزازة فيها عطر موران سايكي الجديد عشان يعرف مكوناته ويعمل واحد زيه ويشتغلوا أكتر. فبياخد العطر للمعمل بتاعه عشان يحلل المكونات، وهو شغال بينام في مكتبه وبيصحى على صوت خبط على الباب، وبيكون جان جايب له جلد من المدبغة كان طالبه. وأول ما دخل جان شم الريحة اللي حاططها، فقال له أنا عارف إنك بتحاول تقلد عطر موران سايكي لأني شامم ريحته عليك. فعرض عليه جان إنه يحضر له نسخة طبق الأصل من العطر الأصلي. وافق بالديني، بس قال له لو فشلت هعذبك. وفعلا بيحضر جان العطر، وبيقول له بالديني إن طريقته غلط، بس جان مش بيهتم وبيطلب منه يشم الريحة. اتصدم بالديني لما لقى طريقته ناجحة وعمله بالظبط. قال له جان إنه ممكن يعمل له واحد أفضل منه، ولكن بالديني رفض وأجل الموضوع لوقت تاني. وهو ماشي عرض على بالديني ياخده ويشغله معاه، فقال له هيبقى يفكر. ولما أدرك إن الولد ده عنده قدرة غريبة على شم العطور وصنعها راح واشترى وأخده يشتغل عنده، ومع الوقت قدر يرجع له شهرته القديمة بسبب الوصفات اللي كان بيخترعها. وبيطلب منه جان إنه يعلمه إزاي يستخرج الريحة ويحتفظ بيها. فقرر بالدين يعلمه أساس تصنيع العطور في المدينة، وقاله إن في حاجة اسمها النوتة العطرية مكونة من 12 نوع من العطور، وكل صانع عطور ليه نوتة خاصة بيه، وبيعلمه إزاي يستخرجوا الزيت من الورد عشان ياخدوا ريحته. وبعد ما بيتعلم بيقرر جان إنه يستخرج ريحة الحديد والنحاس، ولما بيفشل بيتخانق معاه بالديني علشان هيبوظ المكنة. وفي مرة حاول يستخرج ريحة قطة، لكن بالديني أحبطه وقال له محدش بيقدر يستخرج ريحة الأجسام، وساعتها بيغمى على جان. ومع الوقت بدأ يمرض أكتر وكان بيموت، وبالديني حزين عليه لأنه مصدر رزقه، لحد ما في يوم بيصحى وبيقول له
إنه عاوز يتعلم إزاي يحتفظ بريحة الأجسام. بدأ بلديني يفكر وقال له مفيش غير طريقة واحدة واسمها الفن الغامض، الحقيقة إنه ما يعرفهاش بس ممكن يتعلمها من مدينة جراس. فطلب منه جاني يسمح له يسافر يتعلمها مقابل إنه يكتب له 100 وصفة من وصفاته، وفعلا بيوافق. وبعد ما بياخد منه الوصفات وبيسيبه يسافر بيكون فاكر إنه خلاص كده بقى معاه سر النجاح، ولكن في نفس الليلة بيتهد بيته وبيموت. بيوصل جان مدينة جراس وفي الطريق بيشم ريحة واحدة وبيفضل ماشي وراها لحد بيتها وبيعرف إن اسمها لورا وبيتجنن بيها، وبيروح يشتغل في مصنع عطور وبيتعلم كل حاجة عن تصنيع العطور. وبتكون صاحبة المصنع معجبة بشغله، بس دومينيك المساعد بتاعها كان بيكرهه. وفي يوم بيقرر جان يبدأ تجربته، بيخطف بنت من اللي بيقطفوا الورد للمصنع وبيقتلها وبيحطها في وعاء الجذور بدل الورود عشان يستخرج ريحتها. ولما بتسأله مديرة غطى بسرعة وقال لها إنها تجربة علشان يخلي الورد يطلع كل الزيوت اللي فيه. أما دومينيك مش مصدقه وعاوز يشيل الغطاء، فبيحط جان إيده على الوعاء وبتقع على دومينيك نقطة من عطر البنت دي. وأول ما بيشمها دومينيك فجأة بيتعامل معاه كويس، فبيعرف جان تأثير عطر الأجسام وبيروح يجيب فتاة ليل وبيدهنها بمادة عشان يستخرج منها العطر، ولما بترفض بيقتلها وبيقطع شعرها وبياخد منها العطر، وبعد كده بيرمي جثتها وبيروح لبيتها يعمل تجربة. بيحط نقطة من العطر بتاعها على إيده فبيلاقي الكلب بتاعها جه ناحيته كأنه يعرفه، وبيعرف إنه نجح وبيفضل يصطاد البنات كل يوم يقتلهم ويرمي الجثث في المدينة بعد ما بياخد منهم العطر. وفي يوم بيروح بيت لورا وبيكون عيد ميلادها، بيحاول يخطفها بس مش بيعرف، فبيخطف 2 من أصحابها وبيقتلهم. ولما بيكتشفوا اختفاء البنتين وبتزداد حالات الخطف بيعلن مجلس المدينة حظر التجول وبيمنعوا الستات من الخروج، وبيقول كاهن الكنيسة إن القاتل ده هو الشيطان على الأرض. وبيجي مرسال الأخبار وبيقول لهم إن القاتل اتقبض عليه في باريس واعترف بكل حاجة، بس أبو لورا مش بيصدق وبيقول لهم إن ده مش القاتل لأنه اعترف إنه بس بيغتصب البنات، أما الجثث اللي لقوها كلها كانت العذروات. بس محدش بيهتم لكلامه وبيروح ياخد بنته من الاحتفال، بس بترفض إنها تروح معاه فبيضربها بالقلم. بتزعل لورا وبتهرب منه وبتمشي في شارع لوحدها بتعيط. وقتها جان بيراقبها وخلاص قرب منها عشان يمسكها، لكن بيوصل أبوها وبياخدها. وتاني يوم بيصحى أبوها مهموم من فكرة القاتل المرعبة وخايف على بنته، فقرر ياخدها ويهربوا بره المدينة. بيصحى جان على ريحة لورا بتبعد عن المدينة فبياخد العطور اللي جمعها وبيمشي وراها. وبعد ما بيمشي بيدخل كلب قطه بيحفر في الأرض على ريحة غريبة وبيطلع شعر البنات اللي قتلهم وهدومهم. بيشوفها دومينيك وكل الناس بتتجمع مع الحرس وبيعرفوا إن جان هو القاتل. بيمشي جان ورا ريحة لورا وبياخدها أبوها وبيأجر فندق كامل ليهم، وعلى العشاء بيقول لها إنه قرر يجوزها عشان يضمن إنها في أمان. فبتتضايق لورا وبتطلع أوضتها وبيقفل أبوها عليها الأوضة. وفي الليل بيتسلل جان بيسرق مفتاح أوضتها وبيدخل لها، والصبح بيروح أبوها يفتح لها بيلاقيها اتقتلت وشعرها مقصوص. بيبكي بحرقة عشان ما قدرش يحميها. وفي الوقت ده كان جان بيستعد عشان يستخلص العطر من شعر لورا، العطر اللي سيطر على عقله لفترة طويلة، وبيجمعه على باقي العطور بتاعته في إزازة واحدة، لكن بتوصل له الشرطة وبيتقبض عليه. وبكده عرفنا أصل الحكاية واللي اتحكم عليه بالإعدام. وفي يوم تنفيذ الحكم بياخد جان إزازة العطر اللي كان مخبيها معاه، وأول ما بيحط منها نقطة ريحتها بتأثر بشكل غريب جدا على كل اللي حواليه، فبيديله القائد هدومه. بيوصل الميدان اللي هيعدم فيه مش مقيد ولا متبهدل، لكن في بدلة أنيقة جدا. ولما بيعدي بين الناس كلهم وبيشموا فيه روائح كل البنات اللي قتلهم بيشعروا ناحيته بعاطفة غريبة، بيحبوه وبيقولوا إنه بريء. بيرش عليهم جان من العطر وفجأة بيتسحر كل سكان المدينة وبيسجدوا ليه وكأنه ملاك نزل من السماء، لأنه هو ده سر جان وسر تركيبة العطر المستخلصة من البنات. ومن دلوقتي كل اللي هيشموا الريحة دي هيقعوا في حبه. بيبص لهم جان وبيفتكر أول بنت قتلها، بيتخيل إنهم بيحبوا بعض وعايشين مع بعض، كان ممكن يبقى عنده فرصة يعيش زي باقي البشر، لكنها دلوقتي ميتة وبيبكي. بيجي أبو لورا عشان يقتله، بس أول ما بيقرب له بيشم ريحة لورا فبيقول له سامحني أنت من النهاردة ابني. بيسيب جان المدينة وبيكتشف إنه يقدر يسيطر على العالم، بس ما يقدرش لا يحب ولا يتحب من أي حد. وفي الوقت ده بيكون تأثير العطر راح
وبيقرر مجلس المدينة إنه يعدم دومينيك لأنهم لقوا عنده هدوم وشعر الضحايا. بيوصل جان المكان اللي اتولد فيه وفي إيده قوة رهيبة في نقطة منها، بيطلق على نفسه الإزازة كلها، ومن شدة تأثيرها أول ما بيشموا الناس في السوق بيتجننوا من الريحة الجميلة الغريبة عنهم، بيتلموا عليه بيقطعوا وبيأكلوه وبيموت. وفي النهاية نقدر نفهم إن جان عاش طول حياته في وحدة وعزلة، وبقى نسخة من الناس اللي ربوه كبر حواليهم، قلدهم في الجشع وحول طموحه الهوس لتجميع عطور من خلال القتل. استغل البنات دول وقتلهم زي ما الناس اللي في حياته استغلوه، وبرغم إنه قدر يحقق حلمه وأشبع طموحه إلا إنه اكتشف إنه رجع لنقطة البداية، وحيد في العالم، ودلوقتي ما عندوش أي هدف ومالوش أي ريحة، فمالوش وجود. وبرغم القوة اللي امتلكها في إيده إلا إنها ما قدرتش تديله الحاجة الوحيدة اللي احتاجها، إنها تحوله لإنسان محبوب وقادر يحب. وبكده يكون الفيلم خلص. ما تنساش لو عجبك الفيديو تدوس لايك وتشترك في القناة.